السلام. الصوت ما واضح، ياسر ولا منك عم يتكلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أبو حميد كيف أحوالك؟ والله حمد عاك، كيف أخبارك؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام. باقي الشباب نبدأ. ننتظر الناس دي في مينت يا ابو حميد. والله انا ده لي زي 5 minutes بكون ظابطه معي، لكن المهم كان بتبدا ابدا. جدا جدا ننتظرك، شكله هو لا الناس تدفع له ما في زاك اللابتوب. ياسر، لا لا يا محمد، ده يا اخي محمد ده طلبات اوامر يعني. ده محمد ولا ياسر؟ ده ابو حميد يا محمد لازم برضه تدفع، ما في حاجه ساكت. محمد جديد يقول سبحان الله يا حامد، اها سبحان الله. ما في حاجة ساكت دي. أنا أكتب لي كم ساعة الليلة قلتها ايه لوحدها، في واحدة شغلتها، اوكي هي ما أخذت معي كلاس ولا كده، هي سيمبلي دايرة شغل اه اوكي وشغال معاه واتحدت ليها وكده، ولي يعني لي شهر تقريبا شغال معاه، واتصلت بكذا شركه وكذا واتكلمت مع ناس. اذا باختصار جبت لها شغل، شي سايند الكونتراكت وحتبدا يوم الثلاثاء الاسبوع الجاي افتكر. اه والله كويس، فقمت ربنا يوفقها. كلمتها قلت لها يا اخي انت المفروض تدفعي لي برسنتج، يعني اوكي برسنتج من السالري كده. اوكي فقالت لي لا انا افتكرتك بتساعدني شوي. كلنا نصف قلت فري. لها ما قلت لها ما في اي شيء. وكمان الحاجه سمها في نص فور فري، بيقول لك ذيس از امريكا. صحيح والله امريكا. ونحن شغالين مع بعض لينا شهرين، يعني بجهز فيها وبكتب لها في الريزومي دي، وقلت لك ما جربتها يعني ما حضرت معي كلاسات كده، فبكتب لها في الريزومي. بعدين انت هي عارف في نفس المدينة هنا، اوكي فبنتلاقى بكتب لها الريزومي، وبعد ذاك بتكلم مع شركات واجيب لها انترفيوز وكده، حتى بمشي معاها الانترفيوز يعني. اوكي اشتغلت معاها شغل كثير، فلكن ما تكلمنا يعني انا مكلم صاحب يعني الهايرنج ماير مكلم، وانه هي اذا اشتغلت معاه تدفع لي برسنتج من السالري، فهو موافق طالما البرسنتج ده من ناحيه. فهي بعد ما اشتغلت قالت لي والله يا اخي انا كنت قايلها سايد، قلت لها ما في، قلت لها ذير نو فري لانش. بس انت عارف يا استاذ ايهاب، الشغل ده بالذات مجاله اكتر كونتراكتر، يعني ما كونتراكت، ما في حاجه بيقولوا يعني حاجه كده اسمه ده اوبن. صحيح، هو الفرص كثيرة يعني، ما اوكي فارق سواء كونتراكت ولا فول تايم، الفرص كثيرة يعني ممكن تكون شغال كونتراكت، فول ممكن تايم. تكون شغال يعني كونتراكت، ممكن تكون شغال 3 4 سنين في نفس الشركة. اوكي فالمهم انه المهم انه تكون شغال. لكن اذا ذكرت لك الموضوع ده بالكلام اللي انت قلت، يعني انت قلت ما في شيء، لا انا زمان حتى خلينا لقيت نفس الكلام. فتره كده، حتى في يعني الحنود دي كان زمان بيجوا كونتراكتور في السودان بيجوا بيشتغلوا منظمات. انا لقيت مجموعه كده يعني الحنود ده ما شفتهم كلهم بيجوا كونتراكتور، ما لقيت ليش عندي كده اسمه ده يعني عنده وظيفه ثابت في مجال الاي تي. نادر كله صحيح. يعني انا قابلت اكثر من 35 اشتغلت معاهم كلهم شغالين كونتراكتور. ايوه صحيح. وهو الـ انا ذاتي بشتغل لكن والله كونتراكت بأمانة يعني والله مثل هم الاثنين. الملمين يا اخي، والله مجال اي تي ما قصروا فيه.
صحيح صحيح. يا أستاذي هذا النظام البرسنتج ده كيف يعني؟ بعد ال قولي ثانية كلمة. ده يعني بعد الشخص يشتغل يعني، ولا كيف النظام بتاع النسبة ده؟ صوتك ما واضح يا سيما. قلت لك النظام بتاع النسبة يعني بعد الشخص يشتغل، ولا بتكون كيف، وبتكون كم شهر وكده؟ لا انتوا انا ما عندي معاكم اتفاق زي ده. انتوا انا بساعدكم تشتغلوا، بساعدكم تلقوا جوب، يعني لما نخلص هكتب لكم كلكم الريزومي، وحددينا الشركات، وحديكم منها كوبي تقدموا اونلاين برضه، وحديكم انترفيوز، واكون متابع معاكم في الانترفيوز لحد ما يجيك اوفر، وما حد فيكم يعني لما تشتغلوا كل السالري ليكم انتوا، لان انتوا اتفاقي معاكم مختلف، يعني انت في النهايه اشتغلت معايا كلاسات ودفعت لي على الكلاسز، وبعدين لما تشتغلوا السالري بتاعتكم كلها حقتكم انتوا 100%. لكن انا بيجوني ناس ما بيتدربوا معايا، بيجيني واحد سيمبلي ما داير ياخد معايا كلاس، هو اوريدي مؤهل او بيفتكر انه مؤهل، وسيمبلي داير جوب، داير يستفيد من النتورك بتاعتي، فبساعده بساعده مثلا يشتغل ليتس سي، بساعده وباخد برسنتج. فالكلام ما بينطبق عليكم انتم، أنا مش يعني أصلا انت في الايام اللي فاتت دي شغلت كتير يعني، سمعت بها كتير، عشان كده كنت حابة أفهم. قولي ثاني. قلت لك أنا سمعت يعني كم ناس بيقولوا كده، فكنت عايز أعرف الفكرة بتاعتك. الفكرة بتاعتها الناس الشركات بتاعت الستافينج بياخدوا نسبة كبيرة من، إذا وظفوا الزول بياخدوا نسبة كبيرة يعني من السالري، يعني مثلا ممكن يكون زول الشركة بتدفع $90 في الساعة، الستافينج كومباني ممكن تاخد $30 في الساعة ويدوه 60 اللي هي نسبة كبيرة، فدي نسبة كبيرة. أنا عموما في كل $20 تقريبا باخذ دولار واحد، يعني اذا نزل ساعات يشتغل كان ما بينطبق عليكم انتم، فبينطبق على الناس اللي زي ما قلت لكم ما تدربوا معاي، سيمبلي بساعد نلقوا شغل، يعني سيمبلي اي كونكت ذم مع اونر، مع هايرنج مانجر، مع ريكروتر، مع كده، واشتغلوا اتفاقي معاهم انه في كل $20 عندي دولار، يعني واحد لو اشتغل ب 60 في الساعه يدفع لي $3 في الساعة. تتفق معهم بالنسبة يعني؟ يعني مش بالنسبة، في كل $20 في الساعة عندي $1. اوكي. يعني لو اشتغل ب $60 في الساعة عندي $3. أوكي. والاتفاق ده بيستمر كم يعني؟ بس السؤال ده يعني كيور من ليس يا أستاذ، يعني بيستمر كم؟ هو طبعا هو زي ما قلت الكلام ده بينطبق عليكم انتم، انا بديكم المعلومات دي اذا عندكم زول داير يشتغل، فزي ما قلت لكم انتم موضوعكم معايا مختلف، فانتم بعدين بعد ما تشتغلوا يور سالري از يور سالري، ما حتشتغل لي انا، بتكلم عن الناس اللي ما بيشتغلوا معايا كلها، فتمشي تساعدني نلقوا شغل. فالاتفاق ده for the lifetime of the employment، يعني طيلة من الواحد شغال في الشركة، طالما الشغل جبته لي وأنا يدفع لي، إذا مثلا شغال ب$60 يدفع لي $3 في الساعة لحد ما يخلي الشغل. لا يخلي الشغل، أنا ذاتي ما ممكن الشغل بديله. أنا ذاتي كنت شغال كونتراكتر بدري أستاذ إيهاب، ب 65، أستاذ إيهاب لما يخلي شغله ده ما ممكن يلقى شغل تاني في نفس المجال. أنت ذنبك شنو؟ كم يوم بعد 3 يوم؟ قول تاني. جزيرك كم خلى شغله ده ما ممكن يلقى شغل في نفس المجال بعد 3 يوم على الأفضل. تمام تمام طبعا بيزنس صحيح. وأنت ذنبك شنو؟ ما فرقت معي كثير، لان سيمبلي اي كونكت مع ريكروتر، ما بستثمر اوكي مثلا انت بستثمر معاكم زي ما بشتغل معاكم ساعه، لكن مثلا لو جاني زول ما مدرب معي داير سيمبلي جوب،
سيمبلي برسل ايميل للريكروتر بقول له في دول كذا كذا ومواصفاته كذا كذا، هيز مثلا هيز جود ودي الريزومي، موضوع بتاع 5 دقائق يعني. ففي بعض في بعض الريكروترز او في بعض الهايرنج مانجرز بيقول لك لا، حسنا اللي كنت بتكلم مع واحد قال لي لقيت قبل ما تجيب لي زول لازم تتكلم معاه وتعرف تفاصيله ويو انترفيو هيم وتديني معلومات كافيه عنه وكذا، في حال تتطلب ساعه ساعتين اتكلم معاه واعرف وبعد ذاك اعرضه للشركه وكذا، لكن برضه زي ما قلنا ساعه ساعتين برضه يعني ما استثمار عالي للوقت معاه يعني. ف فلذلك $3 بالنسبه لي اكسلنت، وهو تقريبا ده افضل افضل ريت يعني، ممكن يكون هو من افضل الريت. بس احنا ما لسه بغيالي كده، انا كنت انا دي تقريبا يعني هو انا ذاتي قبل كده هي تقريبا صدقه يعني، لانه انا قبل كده كنت شغال ب $65 في الساعه بدري، لكن الشركه الوسيطه بياخذوا تقريبا 35، ما قاعد لي بالضبط كم، لكن انا عرفت انه تقريبا 95 معناه قريب $30 في الساعه بياخذوهم، وده عاده الشركات الستافين اللي بيشتغل كده. والله صراحه فانا بقول $30 في الساعه دي في امريكا بالذات في الساعه دي في ايوه اتفضل، في حاصل حاجه زي كتير، لانه احنا هسه شغالين عندنا بسموه اليونيون، اليونيون ده يعني قدر على الشركه بدنا له، هم ذاته بقصد بيشيل قصاد انا بدنا له يعني، وما شغالين اي حاجه. صحيح صحيح. لو بتعرف اي زول يا شباب في اي مجال داير شغل ممكن تواصل معي. تمام تمام شباب نبدا نسبتنا كم فيها؟ والله سؤال موضوعي، ما نحس ان نقول انه يعني ما في شيء صحيح، فكذا سؤاله 100% بزنس از بزنس. كان عندي تعقيب على كلام حامد جبين، ما قال ما في شيء صحيح، قلت له يلا هان نثبتنا كم. جميل جميل. نحن قلنا دولار دولار في الساعه يا ابو حميد مش كده؟ الدولار ده عندك فيه 33 سنت. يا خير برضه كويس، شيء خير من لا شيء اصلا. انت اصلا انت واصل ل 33 سنه، انظر لي انه دي شيء كونتينيوسلي. ايوه انت كل ساعه سواء انت شغال ولا ما شغال ولا نايم ولا صاحي تكون جايك ال 33 سنه. ده ما بزنس كويس معاك. الله يخليك والله. هو كان يقدر يصلح له حال بني ادم ثاني معاه في الدنيا دي، زي برا كفايه زي ما نقول ان شاء الله ربنا. يا محمد 33 سنتي ما بتحسبوه الا لما تكون برا امريكا، والله تحسبوه عجيب زاده. الله يديك الله يديك العافيه ان شاء الله ويصلح الحال والناس يقولوا في امن وامان. ايوه عايز يا شباب نبدا كلاس التنتات شوية، لكن نبدا كلاس الشباب عشان انتوا تبدوا تشتغلوا بعد ده بهاي دولار يعني. انتوا بقيتوا ناس اكسبرت وعاد المفروض تشتغلوا. فكلاس اللي زي ما قلت لك راح يكون مختصر، راح يكون سهل جدا بالنسبه لكم لان انتوا بقيتوا يعني فاهمين. طيب نتكلم عن التايب، قلنا في 7 تايب، OSPF LSA types. النوع الأول كلكم عارفين النوع الأول اسمه router LSA، router LSA اللي هي type 1. قلنا في router عنده 3 links 10111 2111 13111. التايكون يا شباب بتترسل في كل الاتجاهات ولا في اتجاه واحد؟ كل الاتجاهات بالضبط. والتايكون مسج قلنا الفيلد شنو في التايكون مسج؟ الفيلد في التايكون مسج يا شباب انا ممكن اقول لكم لكن انتوا حافظين ولا لكم يعني تحفظوا اكثر. ف الفيلد شنو في التايب 1؟
أول فيلد يا شباب في التايفون هو إيش؟ نعيد الكلاس يا شباب ولا كيف؟ تايفون أول فيلد تايفون ده لو ما عرفته ممكن أعيد لكم الكلاس. راوتر ID. طيب راوتر ID. فالراوتر ID هو الهايست IP address. معناه إن حيكون الراوتر ID 30.1.1.1. عندك فيش نيا شباب في الراوتر ID؟ Number of links. Of the links, yes. اللي قلنا هنا في كم لينك يا شباب؟ Three links. صحيح. تاني الفيلد فيها يا شباب. Initial. السيكونس نمبر صحيح. Sequence number. ممكن يكون الانيشال سيكونس نمبر 1 او 2 او 3 او الماكسيمم سيكونس نمبر 7 ولا 8. يعني كل ما تترسل تايب 1 بيكون في سيكونس جديد. والتايب 1 اللي بتترسل كله كمان يا شباب تايب 1 بالنسبه كل 30 دقيقه صحيح. طيب سيكونس وعدات شنو يا شباب؟ بعدك عندنا الأمر 300 لكن ده لما يكون الماكسيمم سيكونس نمبر مش كده؟ يس. يعني التايفون بتترسل ب 80. التايفون الأولى سيكونس 1 80 سيكونس 2 80 سيكونس لكن لحد ما سيكونس 3 80 لكن الماكسيمم سيكونس بترسل ب 3600. يعني لما تكون في راوتر تو في الداتا بيس تكون يعني تو بي ديليتد لان عمرها ساعه عشان بعدك ترسل تايفون بالانيشال سيكونس نمبر مش كده؟ طيب السيكونس نمبر الايج ثاني شيء يا شباب؟ عندنا الجاكسون. جاكسون ثاني يا شباب ثاني في شنو شباب غير الجاكسون؟ طيب يا شباب فيش نوع التكسون في تايب 1؟ لا أنا في الرأس بخر ما بعرف. تمام. هاي الشباب كيف؟ LSU. لا ما LSU. نحن نتكلم عن تايب 1. أوكي.
صحيح. التايب 1 الهيدر، الهيدر هو الليك ستيت ابديت، وصحيح الاي بي والماك. يس، وهنا في الماك. صحيح بالضبط. فكده احنا بنتكلم عن التايب 1 الاوريجينال تايب 1 المثل الاصليه، هي اصلا بتعلن شنو الكوست. صحيح الكوست، لكن الشيء الرئيسي اللي بتعلن التايب 1 شنو؟ فالتايب 1 اصلا غرض منه شنو؟ اهم معلومات في التايب 1 هي شنو؟ طيب عندنا راوتر 1 راوتر 2 10 1 1 1 10 1 1 1 30 1 1 1 two links اللي هي 10111 واللي هي الثانية two link 2111 و router 2 link state database عند 10112 و 30111. قلنا الراوتر ده برسل type 1 والراوتر الثاني برسل type 1. المعلومات اللي بترسل في type 1 شنو؟ قول تاني. يعني راوتر 1، راوتر 1 حيرسل تايب 1 وراوتر 2 حيرسل تايب 1. اوكي. فراوتر 1 لما يرسل التايب 1 المعلومات اللي بتترسل شنو في التايب 1؟ اللي بتترسل ال 10111 و 2111 اللينك. صحيح صحيح. معناه اذا التايب 1 بترسل اللينكس مش كده؟ يس. فراوتر 1 حيرسل تايب 1 اي 10111 و 20111، وكذلك راوتر 2 حيرسل تايب 1 يعلن اللينك ف 10112 و 30111. معناه اذا يا شباب التايب 1 مينلي، الراوتر في التايب 1 مينلي بيعلن اللينك. كل الجواب 100%؟ يس. ممتاز. في راوتر 1 راوتر 2 او راوتر 1 عندي 3 لينكس 10111 20111 13111. وقلنا التايب 1 الفيلد اول شيء الراوتر اي دي اللي هو حيكون طبعا يا شباب 30111 بالضبط. تايب 1 مثل 30111 number of links، number of links 3 طب بعد ذاك السيكونس نمبر، بعد ذاك الايج و التشيكسم، بعد ذاك ايش ثاني كده؟ ماكسيمم نحن نستقل ده 5 دقائق. رسمنا رسمة راوتر 1 راوتر 2 وقلنا التايب 1 المعلومات اللي بتعلن شنو؟ اللينك ستيت داتابيس. يعني حتى قبل شوي قلنا راوتر 1 راوتر 2 10111
10111 هنا شباب راوتر 1 وراوتر 2 حيرسلوا تايب 1 هنا في التايب 1 دي بيعلن اسم التو راوترز يعني اللينك ده بالضبط ده كان السؤال فمعنى إذا الراوتر 1 لما يرسل تايب 1 بيعلن الراوتر ID number of links sequence number age checksum واللينكس يعني يقول اللينك الأولى 10111 post 10 اللينك الثانية 20111 post 20 اللينك الثالثة 30111 post 30 وكذلك الماسك slash 24 24/24 فأنا يا شباب mainly التايفون بدنا بتعلن شنو؟ يعني streaming mainly الغرض الرئيسي من التايفون إني تعلن اللينك واسمها الراوتر LSA راوتر لينك فيك advertisement اسمها راوتر LSA ليه؟ لأنه بتعلن لك الراوتر بيعلن اللينك اسمع الراوتر LSA النوع الثاني التايب 2 أو النتورك LSA. A network LSA router. فدم قول الراوتر اي دي فدي الراوتر عايز فلو قلنا ده راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 هل يا شباب بالضرورة الراوتر عايز ده يكون هو الانترفيس اي بي ادرس هل بالضرورة الراوتر اي دي يكون هو الانترفيس اي بي ادرس
طيب يا شباب، نختم الكلاس الليلة بدري ونشوفكم بإذن الله بكرة الساعة 6 بالضبط. يكون عندنا تلت ساعة نختم الـ OSPF ونبدأ الـ VGP. بكرة السبت. Monday. يوم الاثنين. سجدة مسجل برضو صح؟ يا شباب. صحيح. ده برضو حترفع في اليوتيوب. أكيد يعني. لكن البي جي في ما مسجل. صحيح اللي اس بي اف كله حيكون مسجل. خلاص تمام. 100%. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.